السلام عليكم ورحمة الله. الله يسعد الصباح وتحية طيبة للجميع. صراحة اليوم الجو شتوي ساخن السماء اللي كامل وياك كطيح وهي مازال كطيح لأن كنمشيو غير بشوية. فالحمد لله على كل حال. واحد العزة صراحة تفكرتها فاش كنا كنقراو أغلبية تسمى هاد المرحلة هادي كتصبح ساخن من السماء، خاصة يعني الناس اللي يقراو يعني في البادية ولا في مناطق جبلية ولا يعني كتمشي كضرب مسافة على رجل في الشتا باش توصل لذاك الابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي ولا ماشي بحال دابا راه ترونسبور موجود راه غير تقرا وكتبقى تقول مع راسك وايلي واش انا نمشي في هذا الشتا هذا وهذا البرد وهذا الغيط وهذا الثلج ضرب لك الشام من رجليك تاع راسو وصبح خامر ومولا الله اللي بغى ينجح اللي بغى يربح العام طويل لا على اي لا انا يا والو لا ما كاينش داك الشيء تبعك التزامات تبعك التباطات عندك بزاف ديال المسؤوليات انا وضع محمد تخدم على راسك الله واخا يكون ماشي غير الثلج كيطيح ولا مازال شي نهار الا فعلا مثلا علنوا ان راه الطريقه تكون مقطوعه ولا شي حاجه راه ما عندك مازال لان راه يكون دوام انت ما مشيتيش اليوم ما مشيتيش غدا ايوا الا بقى داك الشيء واحد سيمانه ولا غتبقى انت سيمانه بلا خدمه بلا والو سيرتو هنايا كما راكم عارفين الغربه راه ما كاين كل شيء كيشيش عليك بالتو انا هذا ما خدمت خدم على راسي على اي يا اخوان مره اخرى تحيه طيبه لكم جميعا ومره اخرى اسئله تطرح بخصوص هاد الصوره ديال تشجيع القرعه الامريكيه وصراحه كنحيي كاع الاخوان والاخوات اللي كيطرحوا الاسئله بخصوص هاد الشيء يعني كاع اللي كيطرحوا الاسئله ماشي غير بخصوص الصوره ولا ولكن كيعجبوني هكا الناس اللي كيبحثوا ويسولوا قبل ما يديروا شي حاجه يعني عارف انت بعدا ما لديك وما عليك عاد بدا في البروسيس عاد بان الناس كيوجدوا كيقول لك اودي انا مثلا التصويره واش ضروري خصني نلبس مثلا اللباس الرسمي يعني ندير الكوستيم والكرافطة الى اخره والعيالات تقول لك واش نتصور بالدره ولا بلا دره واش نتصور بالنظاظر ولا بلا نظاظر واش ندير كاسكيطه واش ندير شي تيشيرت واش ندير قميجه واش ندير كذا 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 هادو كاملين اسئله مزيانين وهذا الشيء كامل راه مهم جدا اذا بالنسبه للاخوان بالنسبه لللباس الرسمي لا تفادوا تلبسوا مثلا الكوستيم ولا الكرافطه ولا عادي لبس الشوميزه ديالك ولا لبس شي تيشيرت عاديه ما يكونش فيها شي كتابه اللي اصلا راه التصويره كتكون من عنقك الفوق راه ما كتشدكش صدرك ولا شي حاجه اللي فين غتبان الكتابه ولا شي حاجه تفادوا غير داك اللباس الرسمي بالنسبه للنظاظر التصويره بلا نظاظر تصوروا بلا نظاظر رجاء علاش لان النظاظر اللي تصورتي بهم راكم عارفين داك الانعكاس ديال الضوء مع الضوء ديال الكاميرا الى اخره تقدر تعكس لك شي حاجه على وجهك ما غاديش يبان لك عينك لداخل ولا يبان لك شي ضوء في وجهك ولا شي حاجه من الافضل يعني حيد النظاظر تصور حيد النظاظر وانت بخير وعلى خير بالنسبه للعيالات الدره راه ممكن تصور بالفولار ديالك يعني الناس العيال اللي كيديروا الفولار راه تصور به ما كاين حتى شي مشكل كما كتشوفوا على الشاشه ديالكم راه كاين التصاور هادو كاملين اللي كتشوفوا قدامكم مقبولين العكس ديال هادو عاوتاني ما مقبولينش اللي كتشوفوا هنايا هما عليهم الاخضر بالحمر ما مقبولينش علاش لان كما قلت لكم اللي كيلبس النظاظر تقدر داك الظل ديال النظاظر ولا الاشعه غتعكسها هادشي مثلا سميتو الظل ديالك نتايا غيكون باين في الخلفيه الدره بالنسبه للعيال اللي كيديروا الدره اذا كانت الدره مثلا درقه لك شي حاجه في وجهك ما مقبولاش الى اخره هما دابا الاخوان والخلفيه انتم الا شفتوا مثلا في التصاور شوفوا الخلفيه كي دايره ماشي بيضه داك البياض ناصع غير الخلفيه عاديه كتبان بحال اللي رماديه ماشي بيضه 100% صافي الاخوان ثاني حاجه اخوتكم واش ولدت البنات واش انا دايره الحلقات دايره السلسله ولا واش ماشي مشكل الاخوان ها انتم شوفوا التصاور راه هادو كاملين رجعوا للموقع باش تاكدوا من هادشي اللي كنقول لكم ما كاين حتى شي مشكل لا الدراري ولا الاخر كيديروا مثلا السلسله كتبان مثلا في العنق ما كتاثرش بتاتا العيالات كذلك كيديروا الحلقات ولا ما كتاثرش غير النظاظر الكاسكيطه الفولار اللي كيديروا الفولار يكون مقاد ما تخاف حتى من شي حاجه اللباس الرسمي تفاداوه ما تلبسوش اللباس الرسمي تصور عادي شويه ميزه ولا تيشورت ولا شي حاجه عادي بخير وعلى خير هذا من جهه ثانيه الاخوان سولوني واش ممكن دابا تصور دابا شي تصويره قبل ما يكون الزحام عند المصور الى اخره فبالعكس جود انا كنشجع يعني من دابا سيروا الاخوان اللي مهتم باغي يسجل في هذه القرعه الامريكيه وكتوفر فيه الشروط انا مازال كنأكد عليها كتوفر فيه الشروط
يمشي دابا يشوف شي مصور اللي قريب ليه يقول ليه دير ليا التصويره ديال القرعه كما قلت لكم في الفيديو السابق. فوتوشوب ما يدخلش في التصويره، ما يدخلش في التصويره، ويصورها لك ويشوفها. الا شتي نتايا راه الناس دابا راه غتبان لك التصويره شفت فيها الفوتوشوب ولا لا، وانت اصلا راك عارف وجهك. الا شتيه بيد لك وجهك ولا حيد لك شي حاجه ولا بيحل لك اللحيه ولا دار لك شي لعيبه، عرف راه داخل الفوتوشوب. الخلفيه بيضاء الا دارها بيضاء 100% عارف راه الفوتوشوب. فهمتوا دابا الاخوان؟ فالله يخليكم، انا كنقول لكم هادشي وكل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو بخصوص هذا التصويره ديال التسجيل في القرعه الامريكيه. هنا بالنسبه لسؤال اخر كيطرحوه الاسر، كيقول لك واش التصاور غنبغيو التصاور ديال كاملين افراد الاسره ولا غير المعني بالامر مثلا اللي غيسجل، مثلا كان الزوجه او الزوج غير هو اللي خصو التصويره. فجوابا على هذا السؤال، هنا عندكم طيحوا في هذا الخطا، راه ضروري تصور جميع افراد الاسره. انا مثلا غادي نسجل خصني التصويره ديالي وديال مرتي وديال ولادي، لان غندخلهم معايا، وباش ندخلهم معايا خصو التصور ديالهم. عندكم طيحوا في هذا الخطا الاخوان، لان طاحوا فيه بعض الاخوان. قال لك انا سجلتهم ولكن ما درتش التصور ديالهم، ونهار مشى للمقابله تصدم بامر الواقع، قال لي فين التصور ديال الاولاد؟ انت هي سجلتيهم ولكن فين هما التصور ديالهم؟ فهمت دابا الاخوان؟ ما تطيحوش في هذه الاخطاء، الله يخليكم. ومزيان انا كنشجع اي واحد عنده شي سؤال طرحوه، راه كنقراو الاسئله ديالكم، غير ما كنستطعوش نجاوبوا كل شيء في دقه واحده، فكنقراوهم وكنديروهم في يعني في النوتس حتى نديروا الفيديو باش يستافدوا كاع الاخوان والاخوات جميعا. فكما قلت لكم حاولوا وجدوا دابا التصويره على تسيع، خليوها عندكم في البيسي ديالكم ولا في التليفون ديالكم ولا في الايميل ديالكم. نهار يبدا ان شاء الله التسجيل. وعلى ذلك التسجيل، كاين بعض الاخوان كيقولوا ان راه التسجيل في 4 اكتوبر، هو في الموقع الرسمي مازال ما ذكروش 4 اكتوبر، حتى في الموقع ديال التسجيل مازال ما داروش التحديث باش يبان وقتاش غيبدا التسجيل. ولكن مزيان الا كان، المهم هو دائما في هذه الحدود كيكون، يا اما 4 5 6 كيكون التسجيل في القرعه الامريكيه في الشهر المقبل ان شاء الله، شهر اكتوبر. فنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، وانا كنشجع اي واحد كان مهتم عنده الهجره في دماغه وباغي عنده اهداف وعنده احلام وعنده بزاف ديال الحوايج. كما قلت لكم راه كل مهاجر الا هو عنده طموحات ديالو عنده احلام ديالو، علاش باغي يهاجر؟ شنو السبب اللي خلاه يفكر في الهجره؟ فهنا كاين كل واحد وظروفه، كل واحد وطموحاته. فاللي عنده هذا الحلم هذا ديال الهجره الله يسهل عليه والله يوفقه والله يكمل بخير وعلى خير. يلا كمال يحييكم، تهلاو في راسكم، السلام عليكم ورحمه الله.